دي مش الزيارة الأولى، دي زيارة من مدة، وإحنا عملنا مبادرة مكتوبة بروتوكول تعاون بين اتحاد مصر كرة اليد وهذا الصرح العظيم. المستشفى دي مش مستشفى عادية، ده مشروع خيري عالمي لخدمة الإنسانية، مش المصريين، مش العرب، مش الأفارقة، لخدمة الأطفال أيا كان لونهم، دينهم، وبالتالي عقيدتهم، وبالتالي وجد كل ترحيب من دول العالم اللي شاركت، زي ما بيقولوا لمس قلبهم هذا المشروع، وبالتالي احنا يبقى لنا الفخر ان احنا في جميع مبارياتنا الدولية والأولمبية والقارية هنرتدي شعار 57-357.